ما حكم من صلى في بيته وهو سليم من الاعذار الشرعيه وماذا يجب عليه؟ وهل صلاته صحيحه ام غير صحيحه؟ وهل عليه اعادتها؟ اسئله جزاكم الله خيرا. والاكثر من العلم على انها صحيحه وهو آمن عليه التوبه الى الله عز وجل، لكن غير الحق صلى بغير عذر. قالوا انها صحيحه لادله ذكروها، ومنها حديث صلاه الرجل في جماعه افضل صلاته في بيته سبع وعشرين درجه، خمس وعشرين درجه. لو في الاخر صلاه الفجر صلاه الرجل صلاه الجهه من صلاه الفجر سبع وعشرين درجه. فقالوا هذا يدعى صحتها هزا، ولكنه مع الاذن بالادله الاخرى. المقصود ان الاكثرين على انها تصح لكن مع الاذن، عليه يتوب الى الله وان يعود الى ذلك. قال بعضهم لا تصح، بل عليه ان يعيدها لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلن ياتي فلا صلاه له الا من عذر، هذا لا عذر له. فاذا عاد احتياط الرسول ثلاثه هذا حسن، ولكن ينبغي له الحذر، بل يجب عليه الحذر من التخلف، وانك سجيه كلا، بل يتقي الله ويحذر ما حرم الله عليه ويحرم ثلاثة منافقين، فيبادر ويسارع الى اديها بالجماعه حتى لا يقع في شرك النفاق، رضي الله عنه.